رد عليا يا محمود، انت بتعمل ايه بالظبط؟ اللي انت بتعمله ده غلط وهيوديك في داهيه ويمكن يودينا كلنا. الحاجة ما يستاهلش منك كده. رد عليا يا لالا يسيع. وبعدين بقى يا بنت الناس، انا سايبك بقالك ساعه بتعيطي، قلت عشان تهدى، لكن واضح ان مفيش فايده. انت مخلصي علبتين مناديل يا انسه. انا نفسي افهم بس كل ده ليه؟ عشان الشخص اللي انا شفته يا شيخه ده كبيره نفتين وخلاص. بعدين يا انسه سلوى، انت مش خايفه حد يشوفنا في الشارع وانت بتعيطي؟ روحي عادي في البيت، البيت حلو. انا اسفه، اصلي مش عايزه اروح البيت الا لما اهدى شويه. بابا لو شافني كده هيشك فيا، وانا مش ضامنه نفسي لو بصيت في عينيه هنهار واحكي له كل حاجه. وماله، مش عيب، ده مهما كان ابوك، بس اهم حاجه في الموضوع ان سيرتي ما تجيش. ازاي ده؟ نفسي احكي للدنيا كلها على جدعنتك ورجولتك. ده ولا كاني اختك يا ستي. الله يبارك لك، انا اصلي بخاف من الحسد، مش عايز جدعنتي تتنزل. هقول لك على حاجه، انت عندك حق، اقعدي عيطي وفضي كل العياط هنا في الجنينه، روحي براحتك، انا ضامنك بس مش ضامن الحاج. في ايه بس تاني يا بنت الناس؟ في ايه؟ بقول لك ايه، انت لو قلقانه عشان الواد فاروق ده يخلب الاتفاق اللي عمله معايا، انسي، اقسم بالله انفذ تهديدي معاه. وقفي بقى مطور العياط اللي هيتحرق ده. انا فعلا كان نفسي اتجوزه، كان حلم حياتي اني اتجوزه، عشان كده سبت نفسي معاه على الاخر. صدقت حبيته من كل قلبي، بس اخر حاجه كنت اتوقعها ان يوم ما اتجوزه تبقى بالطريقه دي. اقوم اهبد لك دماغي في النخله، ارمي لك نفسي تحت عربيه عشان ترتاحي يا شيخه. ده انا فاكرك كل ده بتعيطي عشان هتقعدي في وش امه لحد ما يجور في داهيه. عمرك ما هتفهم الاحساس اللي انا بحسه. تلاقيك ما جربتش الحب. ليه؟ قاعدة مع جدي؟ أيوة كده يا شيخة اتحكي. مين قالك إن أنا ما حبيتش أنسة سلوى؟ أكيد حبيت. بس إيه علاقة الحب إن الواحد يوقف مخه ويبطل يفكر لما يلاقي نفسه هيروح في داهية؟ الحب ده أجمل حاجة في الدنيا، بس في نفس الوقت ممكن يضيع الإنسان. لو الواحد ساب نفسه للحب والجمال مشاعره من غير ما يفكر في المسؤولية اللي هيبقى فيها، مش بس ممكن يتورط، ممكن يأذي اللي بيحبه كمان، واللي بيحب بجد مش ممكن يأذي اللي بيحبه. لحد هنا وعيطي بقى براحتك، خدي وعيطي لي معاكي. الله يبارك لك، الله يخرب بيتك يا حسين. انت ايه اللي يخليك تقفي وتتكلمي معاها اصلا؟ يعني ايه ليه؟ مش لازم تاخدي بالك؟ حتى لو في سوبر ماركت ما تقفيش مع حد ما تعرفهوش. انت مش عارفه طبيعه شغل جوزك وعارفه بيشتغل ايه؟ يا بنت الحلال ما حدش مراقبك ولا حاجه، والله ما حد مراقبك. بس افرض حد يعني. خلاص خلاص ما فيش حاجه. انا بس مضغوط من الشغل شويه. المهم اوعى تفتح الظرف اللي هي الست اديتهولك. انت بتهزري؟ افرض حد عايز يأذيكي ولاش عرفني. انت مش عارفه انا بشتغل مع مين؟ يعني هي لازم تكون منقبه عشان تأذيكي يعني؟ دول ممكن يعملوا اي حاجه. يا ست يأجروا اي حد ما تكونش عارفاه وما تشكيش فيه. طب انت فاكره شكل الست دي اصلا؟ يا نهار اسود، يعني ايه لابسه نضاره شمس؟ انت مش لسه بتقولي ما قبلها من ساعه؟ ده ما يخليكيش تشكي. اه طبعا لازم تشكي وتقولي لها مش هاخد منك حاجه. طب لما شفتها بتجري كده مش تبلغي الامن وتتصرفي؟ خلاص خلاص اهو ده اللي حصل. ما تفتحيش الظرف وخلاص. شوف الكلام بقى. يعني ايه؟
انت بتهزر ولا بتتكلمي بجد؟ يا خرابي على دماغ النسوان. خلاص يا ست ما تزعليش، الستات بلاش النسوان خلاص. استنيني لما اروح ونفتحه قدام عينيكي. يا ست عشان لو في حاجه نتضر سوا. يا ستي ولا خونك ولا نيل، انا بخون ايه بس؟ ولا لاقي وقت عشان اخون؟ معلش يا حبيبتي معلش، والله ما مشكله وقت، انا بحبك انت ولا بفكر في غيرك. خلاص بقى انا في الشغل، بقول لك انا في الشغل، خلينا في الظرف اللي معاك ده دلوقتي، ارجوك ما تفتحهوش يا ستي، مش عشان خاطري، عشان خاطر الولاد حتى. افرض لا قدر الله يكون في الظرف حاجه، بلاش الكلام ده يحصل وانا مش في البيت. مش هتأخر، مش هتأخر والله، قبل 12 هكون عندك. يلا بقى، يلا يا حبيبتي، يلا عشان عندي ميتنج. باي باي يا حبيبتي. يا ولاد الكلب، هيعملوا علي عصابة؟ ماشي والله ما أنا سايبكم. ها تمام؟ بقينا أحسن؟ الحمد لله. الحمد لله يا ستي. أنا آسفة إني عطلتك معايا. لا ما تقوليش كده، انت ابوكي راجل صاحب فضل عليا، وبعدين عندي اخوات بنات. ده إيه؟ هو هو مين؟ فاروق. فاروق روح امك، انت بتكلم ليه تاني؟ لا مالكش كلام معاها يا حبيبي، كلمت اهلك ولا لسه؟ يلا هات غرجتك البلا، الجهاز ده لازم يتولع فيه حالا. قفلت ليه السكه في وشه؟ مش جايز يكون حاسس بغلطته وعايز يعتذر لي؟ يا نهار اسود، لحقتي حنيتي؟ مش ده اللي كنت بتعيط عليه من شويه 8 كيلو دموع؟ احن لمين بس؟ انا بس مستغربه انه بيتكلم على طول بعد اللي انت عملته معاه، فبقول يعني يمكن ده هو. لا وهنصرفه ازاي ده بقى غاوي يتهزق؟ لا ارجوك سيبني ارد عليه، انا عايز اعرف بيتكلم ليه؟ مش جايز يكون في حاجه حصلت؟ انا اسفه لو ده يضايقك مش هرد. يا ستي هو جوز امي، ما تردي عليه، انا ما انا ليه بضيع وقتي معاكي اساسا؟ انا مش عارف. لا ارجوك ما تسيبنيش، كمل جميلك معايا، انا حاسه ان في خير في المكالمه دي، صدقني انا عارفه اني مش هون عليه. شفت؟ هبعت لي مسج، ردي عليا لو سمحتي، والله بحبك. شفت يا ستي؟ هو انا ولي امرك؟ يا رب تتجوزوا انتوا الاثنين وتبقوا اسعد اثنين في الدنيا، انا عايز اروح انام. سلام عليكم. لا عشان خاطري، انا عايز اخد رايك في اللي هقولهولي عشان خاطر ربنا. انت مش لسه قايلني زي اختك؟ حاضر يا اختي اتفضلي ردي. انا كان مالي يا رب ومال الهم ده، استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيت امك يا حسين. ممنوع الركن هنا يا باشا. معلش بقى دفعه، مش لاقي مكان، ما انت شايف العربيه صغيره ازاي، عايز الحق القداس. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا هندسه، بس متاخرش. رايح فين؟ الباب من هنا. هشتري كارت شحن. متاخرش طيب. خلي بالك من العربيه. فجروا كنيسه ماري جرجس يا فندم. نهار اسود، امتى حصل الكلام ده؟ من 5 دقايق تقريبا، بيقولوا في ناس كتير ماتت فوق ال 100 واحد. 100 واحد؟ كلم طارق بيه خليه يحصلنا على هناك. حاضر. يلا بسرعه. حاضر يا فندم حاضر. السلام. اتأخرت قوي، انا خلصت كل الاكل اللي سبتهولي ونمت عشان اهرب من الجوع. من هنا والشفا.
يلا. ايه الدلع ده كله؟ كله تمام يا فندم. داليا سلمت الظرف لمرات هيثم وطارت قبل ما حد يشوفها. زمانه دلوقتي ايه؟ بيلف حوالين نفسه. اه صحيح. انت ما شفتش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت مش مشغل التلفزيون. ما انا خفت يعمل صوت فخوف يسمع. ده انا حتى قفلت الموبايل. على فكرة شكله دخل من ساعة. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ فجروا كنيسة مارجرجس. ايه؟ امتى؟ من ساعة تقريبا. انت عرفتي منين؟ مهران الخضيري ساكنة هناك، بتقول لك الدنيا مقلوبة عندهم وفي ناس كتيرة ماتت. يا حرام، ده النهارده كان عندهم قداس. ولاد الكلب يا مجرمين. طبعا ما البلد متسابة لهم على البحري. وبتوع أمن الدولة بدل ما يركزوا معاهم مركزين معانا احنا. الجزيرة مش جايبة حاجة ليه؟ انت مش بتقولي من ساعة؟ استحالة يكون الخبر وصل له. بنقول ان الشاعر او الفنان عامة تخيل التلفزيون المصري هيجيب حاجة زي دي؟ كيف استني بقى لما ينزل خبر على العربية والجزيرة وبعدين هم يبقوا ينزلوا. يعني على الناس اللي ماتت اكيد فيهم اطفال وستات. وراهنك ولا هيمسكوا حد من اللي عملوا الجريمة دي، زيها زي اللي قبلها. اخرهم ينزلوا يلموا في العيال ام دقون وينفخوا لهم كام واحد وخلاص. ومش الارهاب الديني ده بتاع الباشا برضه؟ ما هو لو كان شايف شغله صح ما كانش ده حصل، بدل ما هو عمال يعتقل بتوع الاخوان ويجند مشايخ السلفيين. يا نهار اسود، دي الكنيسه دي جنب الشقه اللي ساكن فيها محمود. طب وايه؟ انت فاكره عملوا ايه يوم كنيسه محرم بيه؟ نزلوا على كل الشقق المفروشه اللي حواليها عشان يلموا العيال ام دقون، عشان يعملوا من وراهم شغل. طيب اخوك ماله مال الكلام ده؟ ده ساكن معاه واحد سلفي دقنه قد كده، اكيد متسجل عندهم، خصوصا ان الشقه جنب الكنيسه. ما تقلقش، هما حتى لو جم يقعدوا على الراجل ده بس مش هيجوا جنب اخوك. ده راجل في حاله، هما لسه مطلعينه. انت بتعمل ايه؟ لازم انزل اروح. تنزل تروح فين بس؟ انت ناسي الشنطه اللي انا سايبها عنده فيها ايه؟ اه صحيح، تفتكر هياخدوا بالهم منها؟ مش عايز اجازف، ده لسه طالع من مصيبه امي كانت هتروح فيها. يا ريتني كنت جبت الشنطه هنا. طب انا خايف يعملوا حمله مداهمه وانت هناك. ما تقلقيش، هما طول عمرهم رد فعلهم بطيء. هيقعدوا يلفوا حوالين نفسهم الاول ويفكروا، ولو ما لقوش حد يلبسوها له هينزلوا يعتقلوا عشوائي. لازم انزل دلوقتي. طب على مالك، على مالك. افتحي يا راجل، افتحي. مين معاك؟ انا سامع صوته. هي حصلت؟ وادي المخبأ الامن اتضرب، هودي الشنطه فين بقى؟ افتحي يا راجل، مش عايز اعلي صوتي واعمل فضايح. افتحي. هاتي مفتاح عربيتك. أول ما تخلص تكلمني، فاهم؟ خلي بالك من نفسك، لازم أشوفك النهاردة. إيه؟ افتحي! فين الحيوان ده؟ معلش يا دكتور، أنت مش غريب، ده مات. دي كانت هتعدي بالسهل؟ ما عاد هنا بالك قد ايه؟ يعني يومين ثلاثة كده، مش فاكرة. ما هو معلش بقى يا شامل، ما هو هيثم صاحبك هو وزمايله مطلعين له أمر اعتقال، ما أقفش جنبه يعني؟ وبعدين بذمتك أنت يا شامل، بذمتك يرضيك أشوف جوزي بيتبهدل قدامي وأقف أتفرج عليه؟ جوزك؟ ده أنت فاكر إن أنا ممكن أدخل راجل غريب أوضتي؟ عيب عليك، عيب. ده أنا بنت أصوله متربية كويس. اخص عليك.